صباح الخير زميلتي نادية، صباح الخير مشاهدينا الكرام. كما أسلفتي زميلتي، اليوم الثاني على التوالي تتواصل النقاشات حول مشروع الدستور. اليوم بعدما تم عرض المشروع الدستور على لجنة الشؤون القانونية والإدارية يوم أمس، والتي استهلها بمداخلة من الوزير الأول عبد العزيز الجراد، تتواصل اليوم الثاني على التوالي. واليوم فسح المجال لرؤساء الكتل النيابية الذين تدخلوا، وتم تخصيص 10 دقائق لكل متدخل. المداخلات أجمعت أن الدستور حمل عديد الأمور الإيجابية، من بين انه الدستور كان توافقيا لانه اشرك في حدود 590 متدخلا او شخصيه وطنيه مختلف العطية في المجتمع المدني والاحزاب والجمعيات وغيرها، وقدموا في حدود 5018 مقترحا تم الاخذ ببعضها. المداخلات اليوم اجمعت انه هناك تقريبا يكون هناك قبول من قبل رؤساء الكتل في تدخلاتهم لمشروع الدستور الذي رسخ او انعكس ايجابا على الذي حمل عديد الامور ايجابيا، بينها انه حمل بعض مطالب الحراك ووسع من بعض الحريات كحريه التظاهر، ومنح استقلاليه بين السلطات ولم تصبح السلطه التنفيذيه المسيطره على باقي السلطات. نعم. الإشارة فقط لأن اليوم غد هو اليوم الأخير هنا في اليوم الثالث في المجلس الشعبي الوطني، سيتم عرض مشروع القانون ومشروع التعديل الدستوري من قبل ممثل الحكومة، لتاليها بعدها قراءة تقرير لجنة الشؤون القانونية، ليفسح المجال بعدها في الجلسة الصباحية للتصويت على مشروع القانون قبل إحالته بعدها في بداية الأسبوع المقبل على مجلس الأمة.